까지. أول الحلقة إحنا هنروح كده بسرعة على منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية بقالها أكتر من 4 سنين بتقول إنه البكتيريا اللي بتصيب الناس في أنحاء العالم بقت عندها قدرة على مقاومة المضادات الحيوية. الإنذار ده ممكن يبقى لناس كتيرة حاجة بعيدة ما لهاش علاقة مباشرة بينا، الحقيقة إن لها علاقة بينا وبكل البني آدمين اللي على كوكب الكرة الأرضية. واحد من أهم الأسلحة اللي اكتشفها الإنسان هو الأنتيبيوتكس أو المضادات الحيوية اللي بتقاوم البكتيريا اللي موجودة في كل مكان. وبالتالي لما تبقى البكتيريا عندها القدرة دلوقتي إنها تقاوم المضادات الحيوية ويبقى في سلالات جديدة ما بتأثرش فيها المضادات الحيوية، هنا في مشكلة كبيرة جدا. منظمة الصحة العالمية في منتهى الإنزعاج. من 30 سنة العلماء بيحاولوا يطوروا ويلاقوا مركبات جديدة ما تقدرش البكتيريا تقاومها، عشان معظم الوفيات أو الحالات المرضية في العالم بتبقى من بكتيريا. الجديد اللي حصل الأسبوع اللي فات، مجلة نيتشر العلمية الشهيرة والأرقى في مجال العلوم نشرت بحث من جامعة كندية بيقول إن هم وصلوا لمركب جديد بيقدر يقاوم بكتيريا اسمها المكورات العنقودية الذهبية. باختصار البكتيريا دي، يعني أيا كان اسمها، هي السبب الأول للالتهابات اللي ممكن تصيب الإنسان في كل العالم، وطبعا بتسبب وفيات كتيرة جدا. ده في حد ذاته حاجة كويسة ومهمة إن احنا نعرفها، إنما الأهم إنه البحث اللي اتنشر ده المؤلف الأول فيه هو المصري دكتور عمر الحلفاوي. حاليا للأسف بنواجه أزمة شديدة في المضادات الحيوية. الميكروبات او البكتيريا بتكون وبتتطور بسرعه شديده جدا وبتكون مناعه ومقاومه للمضادات الحيويه المتاحه لينا حاليا، وبدانا نشهد حالات عدوى بكتيريه او ميكروبيه ما بنقدرش فيها نستخدم كثير او كل المضادات الحيويه المتاحه حاليا. وبدأنا دلوقتي نشوف تقارير بتطلع زي تقارير من منظمة الصحة العالمية بتتوقع إن بحلول سنة 2050 كل المضادات الحيوية اللي عندنا هتبتدي تتكون ضدها مناعة ومقاومة. ده ممكن يهدد كل اللي احنا بننعم بيه من تطور في الطب الحديث. على سبيل المثال، أبسط حاجة إن أبسط العمليات الجراحية هتمثل خطورة شديدة جدا في غياب مضادات حيوية فعالة. والحقيقة في عوامل كتير أدت للمشكلة دي، منها مثلا سوء استخدام المضادات الحيوية في الدواجن والماشية، الكثرة في استخدام المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها بالذات في الدول اللي بيسمح فيها بشراء واستخدام المضادات الحيوية بدون استشارة طبيب، وللأسف الحال ده موجود في مصر. استغرق حوالي 3 سنوات قضت خلالهم البحث هنا في جامعة ماكماستر في معامل بروفيسور إريك براون، وكمان كان في مشاركة من فريق عمل كبير من الباحثين اللي في جامعات اللي اشتركوا من جامعات كندية تانية زي جامعة ويسترن أونتاريو وجامعة أوتاوا كمان. وفي الحقيقة عشان نقدر نستخدم المركب ده في العلاج وفي الاستراتيجيات المختلفة في العيادات، لازم الأول يمر مراحل مختلفة، منها الاختبار في حيوانات التجارب أولاً، وبعد كده يدخل في مراحل التطوير والتجارب السريرية، ولكن الموضوع طبعاً بياخد وقت. بس احنا نعتبر أن المركب ده حالياً هو نقطة انطلاق واعدة نقدر من خلالها أن احنا نوصل لعلاجات جديدة لمحاربة ميكروب المكورات العنقودية الذهبية أو الستافيلوكوكس، واللي من خلاله نقدر نزود الترسانة بتاعتنا في مواجهة ومحاربتنا للميكروبات المعدية.
دكتور عمر الحلفاوي خريج صيدلة اسكندرية. بنكرر مناشدة منظمة الصحة العالمية أن المضادات الحيوية لا تؤخذ إلا في الضرورة القصوى وبروشتة الدكتور. وإلى هنا خلص الجزء الأول، نبتدي بقى مع حضراتكم الحلقة. لقوا خبيئة لها كلها عبارة عن الحيوانات المقدسة. المعبد الرئيسي كان بتقدم فيه النذور والقرابين. كال الشخصية الشريرة، على قد ما كل الناس في العالم حبت جاك وروز، على قد ما كرهت خطيب روز. This is an honor beyond compare. The rich history of Egyptian cinema. بواقي معبد تعمل متحف. ساعدنا 9 شركات السنة اللي فاتت تقفل حوالي 25 مليون دولار في الأيام بتاعت المؤتمر. But still the iconic movie Titanic is all over the world. بدينا نفتح السنة دي واحد تلو الآخر. إيه ده؟ مومياوات قطط. إيه ده؟ مومياوات صقور. I was wondering when you showed the clip, I thought, are you only showing Titanic? You know, Billy Zane is the most known evil guy. I know, I'm sorry. And it gets an applause. والمكان ده تاريخيا أقدم من المعبد نفسه. يعني المكان كان فيه أبار ودفنات من عصر الدولة القديمة نفسها. فيلم تايتانيك بعد 22 سنة هنعمله تاني، بس هيبقى فيلم مصري. حسن الرداد هو جاك. حسن هينبسط قوي. كان معانا كشف أثري هام جدا، العالم كله اهتم بيه وأطلق عليه خبيئة العساسيف. النهاردة في كشف جديد، هو كشف مختلف، لأنه المرة دي ما اكتشفوش مومياوات لبشر، لكهنة، لرجال، لنساء، لأطفال، لقوا خبيئة لها كلها عبارة عن الحيوانات المقدسة. المصري القديم وضع الحيوانات في مكانة أو في مفاهيم نقشت على الحوائط، ذكرت في البرديات. القط، فرس النهر، التمساح، الجعران، الأسد، مجموعة من الحيوانات المقدسة كشفت عنها وزارة الآثار. احنا طبعا طبيعه عملنا ان احنا بنشغل طبقات، مثلا طبقه 20 سم ب 20 سم، بحيث ان لو في حاجه اثر او حاجه ما نبوظهاش. تمام، واحنا شغالين ظهرت معانا الخبايا ده حوالي الساعه كانت 7:30 الصبح، فبدانا ان احنا نشتغل عليها وننظفها ونطلعها باجمل شكل، بحيث ان ما فيش اي حاجه تبوظ منيها. يعني المكان هنا اسمها خبيئة التماثيل والمومياوات للحيوانات والطيور المختلفة. لما لقينا الحفرة فتحة كده صغيرة لقينا فيها 25 صندوق، ابتدينا نفتح الصناديق واحد تلو الآخر. ايه ده؟ مومياوات قطط. ايه ده؟ مومياوات صقور. ايه ده؟ ده ابن قهوة. ايه ده؟ ده بومنجل. ايه ده؟ شكلها قطة كبيرة. لا، ده الحجم بتاعها اكبر من انها تكون قطه كبيره. كان لازم نستعين بحد من خبراء عالميين في فيولوجي، علم الحيوانات. عمل سيتي سكان واكس راي للمومياوتين، قال لنا بنسبه اكتر من 95% ده اسد صغير شبل من 6 إلى 8 اشهر عمر. اللي احنا شايفينه النهارده ده فعلا زي دكتور مصطفى ما قال، ده متحف كامل تقريبا. ودي العظمه بتاعت الحضاره بتاعتنا. دايما الناس تقول لي احنا اكتشفنا كام في الميه من اثار مصر، بقول لهم ما بعرفش اقول نسب مئويه بصراحه، لان مش عارفين ايه اللي بيستخبي. Thank you.
between 6 and 8 months old. خشب أبانوس، أبانوس دي الإلهة نيت، صا الحجر غربية. All these discoveries show first that we are still in a period of time when there are more and more discoveries in Egypt. And what has been displayed today, the magnificence of these mummies, I think this is good for Saqqara, this is good for Egypt. Once again, it would attract the attention of the whole world. You know, you see all the international medias. There is a so huge interest in what's going on in archaeology, in Egyptology. Okay, no, the new discovery is amazing. I came here previously, but to see these exhibitions, and in particular the cats and the lion cubs, I think it's just incredible. Among these objects, there are some things that are unique, and it's very nice to have the opportunity to see these discoveries. بحيي مصر، بحيي دكتور خالد عناني، وبحيي دكتور وزيري على الاكتشافات الجديدة اللي تمت، واكتشافات كتيرة، وده بيأكد حضارة مصر، وبيأكد جمال مصر، وبيأكد كنوز مصر اللي احنا لازم نحافظ عليها. هو المفروض ان احنا شغالين في موقع اثري مكون من طبقات. الطبقه الاقدم اللي هي بتعود لعصر الدوله القديمه، ودي في سفح الهضبه. واحنا شغالين في الطبقات دي، الطبقه العلويه هي الطبقه الاحدث اللي هي خاصه بالعصر المتاخر. انتوا طبقات 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 نازلين من فوق طبقه طبقه، بتفتشوا في الطبقه اللي فوق. تمام. 40 سم 50 سم طبقا لمستوى الرديم، لان عندي طبقه رمال سافيه، طبقه من الطفله، وهكذا. واحنا شغالين لما نزلنا في جدار مقبره من الدوله القديمه وجدنا فيه كسر. ايوه. الجدار ده من الطوب اللبن، طوله حوالي 6 متر وعرضه حوالي متر. لقينا جزء من الجدار مكسور، نظفنا معاه، لقينا فتحه. هذه الفتحه حوالي 2 متر طول متر في متر عرض، متر او متر و10 سنتي، ونزل بعمق حوالي 2 متر تقريبا. يعني الحته دي ده اصلا حيطه، يعني حيطه عريضه وفيها حفره. الحيطه الجنب اللي على الشمال في حيطه. هو مستعمل الحيطه ككورنر او تمام. كبوردر للبير نفسه. وفي بير عرضه 2 متر في طوله، في طوله متر. وقاطع في الحيطه حضرتك حوالي 50 سم و 40 سم الجزء الاخير ده. ماشي. وحاطط فيها كلها تماثيل ومومياوات لحيوانات. تمام. ليه بقى؟ التماثيل دي كان في معبد أيوة. للإلهة بسطت. هو طبعا المعبد الكبير، وفي اللي اتشابل الرئيسية، المعبد الرئيسي. المعبد الرئيسي كان بتقدم فيه النذور والقرابين. العاديين بيجيبوا القرابين دي اللي هي القطط وتماثيل القطط، بيقدموها في المعبد. لما المعبد بيمتلئ على آخرهم من النذور، طيب الكهنة في ذلك الوقت هيعملوا ايه؟ هيقفلوا المعبد؟ فبيبتدوا يتخلصوا من هذه الأشياء ويجمعوها يشونوها. ويروحوا مشونينها في حفرات سواء في الصخر أو في باطن الأرض. يعني الحيوانات المحنطة دي والتماثيل دي كانت قرابين. طبعا. تمام. قرابين لبسطة اللي هي الإله القط. يعني دول المصريين القدامى، عوام الناس، يروحوا المعبد وهم محنط، اللي محنط قطة. أيوة بالظبط. كقربان للإله بسطة. بعضها بتحنط وبعضها الكهنة بيحنطوها لهؤلاء الأشخاص المقدمين للنذور. بيحنطوها على أساس برضو المفروض إن الأفراد العاديين دول بيدفعوا للكهنة عشان يعملوا هذه القصة. فطبعا لما المعبد فوق امتلأ بالقرابين، فكل فترة بيتخلصوا منها. مخزن، عاملين مخزن. تمام. والمكان ده تاريخيا أقدم من المعبد نفسه، يعني المكان كان فيه أبار ودفنات من عصر الدولة القديمة نفسها. فبداوا يستخدموا الاوريدي الابار الموجوده ويدفنوا او يشونوا فيها.
الصوره اللي مش عارفه ده كان قط ولا ايه اللي كان ملفوف بالكتان موميا القط هم رسمين على الرسومات دي هم اللي رسمينها هو ده بقى الماستر او الهيرو بتاعنا احنا ايوه كانت واحنا شغالين في جبانه القطط فكان سهل جدا بالنسبه لنا ان احنا نلاقي مومياوات او تماثيل القطط ايا كان الماتيريال بتاعه صنعها اذا كان خشب هم القطط كانوا بيدفنوها في جبانات لوحدها بالظبط احنا شغالين في جبانه القطط او في المكان معبد وجبانه دفنة الدفنة المقدسة لازم يتعمل لها جبانة سيرمونيز أهم حاجة كانت في مومياوات القطط إن إحنا لقينا خمسة بسكيل أكبر أو بحجم أكبر الخمسة من 90 العمود الفقري بتاعهم من 90 ل 95 سنتي فكانت دي حاجة كبيرة جدا مش مستحيل تكون قطة فده اضطرينا إن إحنا نعمل سيت سكان وإكس راي على اتنين منهم وجبنا أكبر اتنين متخصصين في علم العظام الحيوانية هو دكتور ريتشارد هو أمريكاني الجنسية والدكتورة سليمة إكرام جامعة الأمريكية قدروا أن يترجموا لنا السيت سكان والإكس راي ويقولوا أن ده احتمال ريتشارد قال بنسبة 95% أن ده شبل أو لايون كاب وسليمة قالت بنسبة 100% هو دكتورة سليمة قالت بنسبة 100% أن هو شبل إحنا عدنا نبحث ليه الشبل موجود هنا لأن دي أول مرة نلاقي حد في الحفائر كلها يلاقي مومياء لأسد مومياء لأسد صغير شبل عدنا نبحث وفي الآخر لقينا إن الأسد نفسه في المعتقد المصري القديم في العصر المتأخر 26 يعني في القرن السادس أو السابع قبل الميلاد كان هو ماي حيسي اللي هو ابن القطة فمعبود ابن القطة فبيدفن ما هو علميا برضه هو من نفس الفصيلة القططية كلهم من الفصيلة القططية علميا نفس الفصيلة بالزبط. فهم يعني بما انه قريب من القطه لا هو المصري كان بيقدس حاجات معينه المصري القديم كان يعني معتقد هو ده يا فندم الاتنين. هو ده الاثنين دول اللي اتعمل عليهم سيت سكان يعني هم ملفوفين ومرسومين مرسوم العين والبق ايه ده هو ده يا فندم ان المصري القديم دايما كان بيعمل يا اما ماسك يا اما راس بديله يا اما يرسم على المامي نفسها الكتالين العادي خالص بس بياخد درجة القدم بتاعته ليه بيرسم الوش ده لان بيقول ان الروح نفسها بتتعرف على الوش دي من معتقدات بالظبط عن المصري القديم فبتسكن طب يعني الروح نفسها دي عمرها كم سنة تقريبا يا دكتور احنا بنتكلم قبل الميلاد في 600-650 سنة قبل الميلاد يعني من 3000 سنة تقريبا بالظبط يعني ده كان هيرو من ضمن عناصر المفاجأة بالنسبة لنا احنا اول بعثة مصرية متكاملة تطلع أسد أو مومية أسد لأن في الأول أو البعثات الأجنبية لقت قبل كده عظام أسد بس نلاقي أسد أو مومية أسد كاملة رابد أو ملفوفة باللينن وده كانت أول مرة نلاقيها تاني حاجة صندوق احنا لقينا 25 صندوق من الصناديق الخشبية المقفولة محكمة الغلق في قلب الحفرة دي كان كل حاجة فيه كل صندوق فيه في حاجة كبيرة جدا بالنسبة لنا بس كان أكبر حاجة موجودة هو أضخم تمثال لجعران الجعران هو خبري أو رمز من رموز الإله رع ودايما القطة بتتصور أو بتجسد وعلى رأسها هنا الجعران أنا عمري ما فهمت موضوع الجعران الجعران ده يعني عارفينه حاجة مقدسة بس هم ليه بيقدسوه المصريين هو الجعران مرتبط بديانة الشمس الدورة بتاعت الشمس قرص الشمس في الصباح اسمه خبري اللي هو الجعران وفي وسط النهار اسمه رع اللي هو القرص المتكامل وفي آخر النهار اسمه أتوم المصري القديم أتوم أتوم هو جاي من اسم مش أتون يعني لا 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 الجعران معناه تجدد الحيوية والشباب والصحة وكل حاجة كل حاجة بتيجي لأن هو الجعران اللي هو الخنفسة هي ولا نوع من انواع الخنافس هي الخنفسه العاديه اشرحوا لنا بقى المصري القديم كان يقدر الجعران والقط ليه بقى يعني اشرحوا لنا كل الحيوانات المقدسه تمام احنا مش عندنا بس الجعران والقط احنا عندنا انثى الاسد كانت بتمثل الهه سخمت وهي ربه القوه كان عندنا طائر ابو منجل كان بيمثل الاله ابيس الايبس طائر الايبس وهو كان رمز للاله جحوتي رمز المعرفه والحكمه بعد كده برضو القرد او البابون كان برضو احد اشكال الاله جحوتي كرمز للمعرفه والحكمه الصقر كان بيمثل حورس وحورس في طبعا. الديانه المصريه القديمه هو ابن الاله اوزير والاله ازيس فهو الاله الاعم في مصر كلها
عندنا التمساح كان بيمثل الإله سوبك. بالتأكيد بنبارك للكشف الأثري، والحقيقة الأهم من المباركة هو الإحساس بالرضا إنه البعثة المصرية عملت اكتشاف كبير زي كده، إنه مهما مر بينا زمان طول الوقت الفراعنة يهدون أشياء طبعا. وأشياء طبعا. تعليق أخير من دكتور محمد السعيد ودكتور محمد يوسف. كانت فرحة كبيرة جدا وقت ما أعلن معالي الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفى في البيان الصحفي إن إحنا النهاردة مش بصدد الإعلان عن قطع أثرية، ولكن إحنا بصدد الإعلان عن محتويات متحف كامل. حاجات كتير جدا، عشان كده بقول ايه، دي بواقي معبد تعمل متحف يعني، مش يعني دي مش المقتنيات الاساسيه في تنوع جامد جدا في الماتيريال وفي القطع الاثريه كلها وجمالها، في حاجات مذهبه، في حاجات تطلع لاول مره، ودي بتفتح مجال الدراسه قدامنا كبير جدا. حاجه مبهره الجمال، وبنتكلم كلها اشياء عمرها لا يقل باي حال من الاحوال عن 2500 سنه او 3000 سنه. هو طبعا الكشف ده ليه ميزة كبيرة جدا، لأن هو لأول مرة نلاقي هذا التعدد من الحيوانات المقدسة موجود داخل معبد الإله بسطت، فده تنوع كبير جدا. سواء كان مفترض ان احنا بنلاقي تماثيل للقطط فقط، ولكن احنا عندنا دلوقتي اشبال اسود، عندنا سخمه انثى الاسد، عندنا حيات الكبرى، عندنا التماسيح كرمز الاسوبك، عندنا تمائم لمعبودات كثيره من ضمنها الجحوتي، تاورت، طائر الايبس، حاجات كتير جدا. فده غير مفهوم ان جبانة البوباستيون اصبحت جبانة للحيوانات المقدسة. احنا لينا الفخر كمصريين ان احنا غيرنا الاسم من البوباستيون اللي متعرف عليه او جبانة القطط لجبانة الحيوانات والطيور المقدسة. مش قطط بس طبعا. مش قطط بس طبعا. بشكركم شكر جزيل دكتور محمد سعيد ودكتور محمد يوسف وكل اعضاء البعثة الاثرية اللي كانت مشرفة على هذا الكشف الاثري الهام اللي احتفل بيه وزارة الاثار بشكل كبير جدا. شكرا جزيلا لوجودك معانا وعلى مجهودك الكبير. شكرا جزيلا يا دكتور. I hope to return for the opening of this exquisite museum that is opening very shortly. 2020. اللي كان احد اسباب غرق التايتانيك في الفيلم على الاقل. However, when you 3D in a drama or in anything, they pick a point of focus. التركيز على التكنولوجيا ومش لينا احنا بس، احنا بنعزم اكتر من 30 مليار صناديق بقيمه 30 مليار من سيليكون فالي ومن العالم تيجي تستثمر معنا. So your parents are Greeks? Yes. You were born in Chicago, yes? Third generation. My family is from Sparta. مهرجان القاهره السينمائي الدولي بيستضيف الفنان العالمي بيلي زين. لما بيستضيفوا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بيستضيفوا لأنه شارك في عشرات وعشرات من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الأمريكية. بيلي زين دوره الأشهر الأيقوني اللي المصريين يعرفوه به هو ذلك الدور في الفيلم الساحر تايتانيك، كال الشخصية الشريرة. على قد ما كل الناس في العالم حبت جاك وروز، على قد ما كرهت خطيب روز، بالتأكيد هي حبت بيلي زين لأدائه المتقن والمتقن للحبيب الغيور اللي كان أحد أسباب غرق التايتانيك في الفيلم على الأقل. النجم العالمي بيلي زين. Pleased to meet you, Bill Zinn. Thank you so much. Shukran. Oh my gosh. Oh, shukran. Hey. This is the only word you just... It just came to me like a vision. Oh. I'm very pleased to have you. I'm so Bill honored Zinn. And flattered to have me. Thank you so much. Thank you. So, Cairo International Film Festival.
movies, cinema, glamorous. This is an honor beyond compare. The rich history of Egyptian cinema and its contribution to world cinema has been extraordinary, and to be honored for, I don't like to say a lifetime of work, because it implies you're very old, but a half-life. It's a bit good and bad at the same time. Lifetime achievement awards are very strange this way, because you realize, oh, thank you so much, and then you go, ah, yes, I'm... I guess we contribute our quite a... Oh, you need a soft pillow for a lifetime achievement award. أنا عارفة إن الترجمة مكتوبة، بس هو عمال يتريق على فكرة إنجاز العمر وكده، وحاسس إنه زعلان يعني. Yes, yes. I'd like to think I have a few more movies in me, but I am deeply, deeply honored by this recognition. This is your first visit to Egypt? It is. If only to arrive in every country this way, it spoils me. It is my first visit, indeed. I had pretended to come to Egypt as Mark Antony in a miniseries of Cleopatra, where we recreated Alexandria, but we shot that film in Ouarzazate, in Morocco. Unfortunately, it wasn't shot here. But I look forward to the opportunity to making a film. You know, most of the movies talking about Egypt are shot not in Egypt. Well, we should fix that. We should. This is our responsibility, actually. Tell me, what was your first reaction when you got this, the invitation? I was excited, humbled, and then I realized the timing of this was... I was just in Athens. My family is Greek, and I was there for an honorary painter, an honorary artist. Yes. In another life, other than movies, I have two side ventures, really. One is I'm a visual artist. I'm a painter. Yes, yes. And started with a good reputation. Thank you. Strangely, I guess so. No, no, it's true. It's I just paint for myself, and people seem to like it. So I'm flattered. I started in during Titanic, actually, in Mexico, in 1997, and during this period, and I've shown in Art Basel in Miami, in Budapest, in London, in Los Angeles. Beautiful. And you were showing in and Athens? I was showing in Thessaloniki at the Thessaloniki Art Fair, and they said, we'd like to make you the honorary artist. Soon as I read this, strangely, I received an email that said, we'd like to be the honorary guest in Egypt. I thought, it's my season of honorarium, and I thought this was ironic and charming. Egypt and Greece has very strong connections. I do. You know, Alexandria one day was full of Greeks. Yeah. Alexander.
to be exact. No, among actually, Alexander the Great was not a Greek. I know. Well, Macedonian. It's, yes. I mean, the Greeks like to say, yeah, he was pretty Greek. But still, Alexandria and Athens, they had so many things in common. So your parents are Greeks. Yes. You were born in Chicago, yes? Third generation. My family is from Sparta. Please welcome to the stage, Mr. Billy Zane. The cradle of civilization, who along with your Greek neighbors was the birthplace of innovation? مهد الحضارة اللي كانت في مصر ومع جيرانها في اليونان هم بداية الخلق أو الإبداع. Something that is very dear to me, as you will soon read and watch in the numerous interviews I have done with a vast variety of diverse members of the national and international press during my brief stay. هتشوفوا التأثر ده في عدد المقابلات الصحفية اللي عملتها مع الصحافة المحلية والإقليمية خلال وجودي في مصر. Egypt's contribution to the pantheon of cinema is unparalleled for the region and beyond. I'm really enjoying this. تأثير مصر وإنسهامها في صناعة السينما مؤثر جدا وواضح ويصعب مقارنته سواء على المستوى الإقليمي أو حتى المستوى الدولي. Your landscapes have changed cinema forever with the advent of widescreen cinemascope lenses employed as the only means to capture the grandeur and beauty. جمال الطبيعة في مصر خلى استخدام اللقطات الكبيرة والجراند سكوب هو الحاجة الوحيدة يعني اللي ممكن استخدامها لإبراز هذا القدر من الجمال. I hope to one day film in front of these landscapes with your talented filmmakers and actors. أتمنى في يوم من الأيام أتمكن من التصوير قدام هذه المناظر العظيمة مع النجوم الموهوبين وصناع الأفلام الموهوبين في مصر. I would like to thank Mohamed Hepsi, Ahmed Sawi, and the Cairo International Film Festival for this great honor. Truly, it stands as one of the most memorable experiences of my life. Visit to Egypt. How long is it? What are your plans? Well, the film festival has me quite busy promoting the festival itself and meeting other filmmakers. And I think there's a screening as well. Mm-hmm. We've managed to squeeze in a trip to the pyramids, I believe, and which I'm looking forward to, and some sightseeing. I hope to return for the opening of this exquisite museum that is opening very shortly. 2020. I'm coming back. The great museum. How thrilling. It will be gorgeous. It will be something unlike any museum in the world. Mm. Yeah. You will do business as well? We'll take some meetings. The business is called Global Ventures Summit, and what we do is we bring Silicon Valley investment funds to emerging markets around the world to help startup companies in technology sectors. Mm-hmm. So we've held summits in Jakarta, in Bali, in Los Angeles, in Guadalajara, in Mexico City, and we're going to be holding one in Greece, and we're certainly interested in holding one here. Mm-hmm. And we have some meetings to that effect. Many of the entrepreneurs are around the average age of some of your audience members who are quite young, and I'm sure are looking to create solutions that will benefit us all. That's really the thing, is creating. So what do you like more, acting, painting, or business? That is a tricky question. Me rephrase the question. Surely. What gets more money? Acting, painting, or business? It depends when. They switch off.
There are many currencies in this life. So when you say money, it's there are you know, there's cash, of course, but then there's the idea of legacy, and this is a currency. Yes. Totally agree. Well, and they are interrelated. So celebrity or media has provided the means to have access, among many other benefits, of course. But the idea that people want to take a picture with you or hear what you have to say or have the luxury and privilege of sitting opposite you here today. So what I realized is you can utilize this privilege to advance solutions that are good for the planet and for people and for business. And you can find a win-win solution that is both fiscally prudent and socially responsible and impactful and helps maybe clean the air or clean the water or advance some efficiencies, right? I like mixing deep science and Hollywood storytelling and maybe some design and clever finance. This excites me. So to answer your question specifically, it's really a culmination of all of these things, because it's like a stool with only two legs, not three, you know? You really need all prongs. The mind of an artist to think out of the box and creatively. A businessman to think practically. And a storyteller to make sure these ideas can flourish. I like this. I like what you said very much. And it seems that this kind of concepts comes out of a kind person, not an evil one. Yeah, I was wondering when you showed the clip, I thought, are you only showing Titanic? You know, Billy Zane is the most known evil guy. I know, I'm sorry. And it gets an applause. How bad you feel about that? It's ironic. It feels like a practical joke from God, you know? It's funny. I find it a great challenge. I welcome it with humor. The irony that the characters I'm known for are often really tough mean. And mean and flawed. Fundamentally, they're imperfect, they're broken. They're products of some trauma or bad programming. And it's as an actor, it's interesting to get inside of that and try to mine understanding, not sympathy, understanding. And but in my heart, the movies that inspired me were comedies and musicals, and I was trained to do, you know, Broadway, and I managed to bring this kind of this humor or joie de vivre to a dark character, and this combination made him very scary, and it worked once or twice, and people seemed to like it. It was a very unlikely, but successful recipe. Very, very successful. And Hollywood tends to make you want to do something you were successful in. Yes. Over and over a little bit. Yeah. So I like to diversify normally, but yes. You know. No one can deny that Billy Zane played so many distinguished roles, cinema, TV, but still the iconic movie Titanic is all over the world. It's one of the most famous movies throughout the history of cinema. So it's like a blessing and curse at the same time, probably. To be known for that character, perhaps, yes. Universally loathed, but people love to hate him, so. When they said they're celebrating 20 years anniversary, I was shocked. 2 years ago. Me too. It went like this, no? It flew by very quickly. You felt the same? Yeah, surely. It seemed to go very fast. Because I, you know,
It feels like yesterday, which is interesting. Mm. But I'm glad that the film resonates with people and still makes them feel, connects with empathy, you know? This is an important kind of service of sorts. I remember when it came out, and here we are talking about it 20 years later, like it just came out. There were many movies since, you know, but I think the fact that it touched so many people on a deep level and connected them with feeling. When you watched it first time, did you cry? Yeah, everybody. Grown men who would come to me after seeing the film said, I want to thank you. It was the first time I was able to cry in front of my children. That was the most interesting response. Was very interesting. It was permission for the hard guy to kind of, you know, let his defenses down and show this emotion in front of his family. I thought that was important. Tell me about the two photos. Hey. Well, that's, you know, one late night. The top one was certainly one late night in Mexico, where we filmed the movie, which is strange, but true. In the Rosarito one winter. And the bottom one was one late night in Saint-Tropez, where a painting of mine behind us was auctioned off for the Leonardo DiCaprio Foundation, which raises millions of dollars for environmental causes and purposes. He does wonderful work. The LDF Foundation, if you want to learn about great causes and the state of affairs in terms of indigenous peoples, deforestation, clean water. It's a wonderful resource and a great organization. And they used to hold an auction by very famous artists every year in Saint-Tropez. Yes, 20 years between the first photo and the second photo. Yeah. For the trio, the most famous love story. I want to ask you something. Really, I'm not asking the actor. I'm asking the viewer. Did you change your mind about the judging the trio in Titanic, Rose, Jack, Cal? Meaning that at first we really hated Cal, and still a little bit, but now we can see the story a little bit different after we get older and older. This is an interesting lens. And I think it has to do with maybe a little maturity and familiarity, which are kind of the same thing. I found that, again, his flaw, Cal's, I guess, was bad programming. You know, he was a bastard, sure, but he was trained, conditioned this way, to be honest, and was surprised, I think, by the events. But I think he loved her. That was the idea we played. But the arrogance and the hubris was, you know, indicative of the age. And that was the fun part about performing that character. I saw the 3D version. Did anyone see the version in 3D when it was re-released? No. You should. Why? It's one of the rare occasions that this device, this concept of dimension and focus is attributed to a drama. It's only an action movie at the last half hour, maybe. Yes. But for 2.5 hours, it's a soap opera. Uh-huh. And you never see 3D in drama. Yes. It's rare. Usually it's things flying at you and it's gimmicky or horror action movies. And they don't lend themselves well to 3D because things move too fast. Yes. However, when you, 3D in a drama or in anything, they pick a point of focus and it's usually the eyes. And everything else to create separation, they defocus as you stage back. Yes. Now, when you have frames like this that have thousands of people in them, or they're very busy, it's
what you end up doing is falling into the eyes of the actors while mm-hmm. they're talking. And they say they're the windows to the soul. So when you look into Rose or her mother or Cal, you're not just seeing the tuxedo, you're going into the inner work, if the actor's doing their job, yes. which everyone was. Uh-huh. And what I found when I saw the 3D version at a premiere in London with a live orchestra playing at the mm-hmm. Royal Albert Hall, it was exquisite, the re-release. Mm. I found myself objectively sympathizing with Cal and her mother. Like, I went in, regardless of the strange, you know, of the plot, arrogance, the outsider bad things. You saw her terror and desperation at the mm-hmm. thought of being poor and was wondering, why are you doing this to me at this age? And I felt, and even then, but this went for a lot of all the other actors. I went into the inner life of characters you normally gloss over. Mm-hmm. And this was a very powerful revelation around the power of 3D and drama. And I really believe we should do more. And age. And age. بعد الفاصل هنرجع لبيلي زين البيزنس مان أو رجل الأعمال، والحقيقة عنده مفهوم مختلف عن الفن والبيزنس. After the break. بعد الفاصل. What is this, a ship full of women? All my pilots are women. Interesting. Excuse me. واحدة منهم تنفع تبقى روز، وثلاثة من الممثلين الشباب اللي واحد منهم ينفع يبقى جاك. It's a very, very cruel game we're playing. But sorry. For Carl, no one but Billy Zane. Okay, thank you. No, that would be, I think you should play Cal. I don't have the hair. I don't have like how old I was when I was, when I first watched Titanic. Four. في الولايات يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ورائد أعمال ومؤسس بوابة للتجارة الإلكترونية بشكل عام. مظبوط. أهلا بك أحمد. بيلي زين قال إنه هو معاك بتفكروا في شكل مختلف للبيزنس. بالضبط. هو أنا ابتديت هنا في مشروع في مصر كان بوابة إلكترونية لبيع الأدوية، وطبعا تمويل كان صعب جدا من سواء من مصر او خارج مصر. بعد ما رحنا امريكا ولقينا ان الفرص مش بس تقتصر على يعني اي حد عنده فكره ممكن تتمول، مش بس من البلد اللي هو فيها، فعملنا صندوق يساعد كل الشباب من اي حته في العالم، سواء في لوس انجلوس في مصر في اي حته، ان هم ياخدوا تمويل من اي حته في العالم. ومن الفكره دي عملنا الجلوبال فينتشر سامت او المؤتمر اللي بيساعد السيليكون فالي انها تروح في كل بلاد العالم تستثمر في كل الشركات اللي هي شركات التكنولوجيا مينلي. بس ومن هنا يعني في مثل ساعدنا 9 شركات السنه اللي فاتت تقفل حوالي 25 مليون دولار في الايام بتاعه المؤتمر. فاحنا عشان الخبره او التجربه اللي حصلت ليا في مصر ان ما كانش في تمويل للمشاريع دي، ولما رحت هناك لقيت الموضوع مختلف، حاولنا ان احنا نطبق ده بس على كل العالم. فبس هي دي الفكره. علاقتكم انت وبيلي زين ابتدت، how did it start with احمد؟ I had around the same time we met I had started a company I had founded in partnership with at the time it is pretty much every year in the top 3 universities in the world. Mostly it's in the top 1 slot. It's with Caltech University and Pasadena, California. You're funding or giving the expertise? Both. And at the same moment we had met, and Ahmed was the only person who was pitching my model to me around the power of Hollywood storytelling in business. And I thought, have you read my notes? How are you? You know, we were speaking shorthand, like, you know, separated brothers. And
What I loved about what he was doing and had done prior to this point, had built track record. So you found you're complimenting. Yes, it was very complimentary, and we went to Mexico City together and tested the model, and it was very successful. And I've seen parts of the forum you established. It was a forum or بالضبط هو في مؤتمرات كل يوم في الدنيا كلها المختلف ان ده بيوصل الناس اللي عايزه فعلا تستثمر دلوقتي في الفرص اللي موجوده في السوق المعين دلوقتي. لو عملنا مؤتمر في مصر السنه الجايه هنجيب المستثمرين من سيليكون فالي اللي عايزين او من هوليوود اللي عايزين فعلا او من العالم كله اللي عايزين يحطوا فلوس في مصر للشركات بتاعت مصر او في الميدل ايست. فعشان كده البلاد بتقول لنا ممكن نبقى المؤتمر ده عندنا عايزين استثمار من الخارج مش بس فلوس بس العلم بتاع ازاي تدير الاستثمار. انتوا مهتمين بس بالمشروعات اللي لها علاقه بالتكنولوجي بالظبط فوكست على التركيز على التكنولوجيا ومش لينا احنا بس احنا بنعزم اكتر من 30 مليار صناديق بقيمه 30 مليار من سيليكون فالي ومن العالم تيجي تستثمر معانا. هتعملوا مؤتمر في مصر قريب احنا بنحاول هنا اليومين دول طبعا لسه مش يعني بس دي لسه مش احنا لسه مخلصين واحد في لوكسمبورغ من 5 ايام وكنا في اتينا لغايه النهارده الصبح هنعمل واحد السنه الجايه وعايزين نعمل واحد في مصر. أحمد لما التايتانيك اتعرض كان عندك كم سنة؟ كان عندي لا كنت صغير يعني 12 سنة 13 سنة like how old I was when I was when I first watched Titanic 4 مش عارف مش أيوة يعني أنت كبرت you grew up hating Carl مش انا قول الحقيقه هيز جونا بي ا جود بزنس مان لا ما تخيلش قول الحقيقه طبعا متحيز لل يعني مش للشر طبعا بس الفيلم على بعضه طبعا يعني يو لايكت جاك يو هيتد كارل نوت هيتد بس يعني تويردز ذا بوزيتيف او الحاجات الايجابيه ف يعني انا قلت له when we first met I mentioned that لسه فاكر لما رحت سينما تحرير وقعدت وكان صعب قوي ان الواحد يحجز تذكره يشوف الفيلم حتى لتاني او تالت مره قعد تالي ستة او ثمان شهور في السينما. بيلي زين فنان يعني رسام وممثل وبيزنس مان، انت بتشوف ايه اللي بيبقى طاغي على شخصيته اكتر؟ طريقه الكوميونيكيشن او توصيل الرساله ازاي حتى في الشغل. I was asking him what's the part that overshadowing the other sides of your character, the artist, the painter and the businessman, which is the more vivid side. It's by default او اللي هو بيعمله على طول او احسن حاجه الطريقه ان هو يوصل الرساله باحسن طريقه. يعني هو من الكلام اللي بيحب يقوله ان كل شركه تعتبر فيلم. كل فيلم ليه ميزانيه وكل شركه ليها ميزانيه وفي افلام بتخسر وشركات بتخسر. فهو على حسب ما بيشبه صناعه الافلام وازاي الموضوع بيمشي في هوليوود بيتنقل بالظبط لسيليكون فالي وبيتنقل في اي حته في الدنيا. فطريقه تعبيره حتى للمستثمرين وللشركات دي مفيده جدا ومش عند ناس كتير قوي. في ناس شاطره في الارقام قوي بس مش شاطره في انها توصل الرساله بالظبط حتى هو بيقول كل شركه لو طبعا تقدر محتاجه برودكشن او ميديا كومباني محتاجه انها مش شركه دعايه مش شركه اعلان. طريقه توصيل الرساله بتفرق كتير جدا. I'm very pleased that I've met you both, especially one of the most famous actors, Billy Zane. I'm very pleased that Cairo International Film Festival is really celebrating his presence here. I'm very pleased that I was reminded of one of the most beautiful, one my favorite movie ever, Titanic, and talked about again after 22 years with the same passion and interest. I'm really pleased. But are you ready to play a very little game? Very little game. But of course. لو تخيلنا انه فيلم تايتانيك بعد 22 سنة هنعمله تاني بس هيبقى فيلم مصري. تايتانيك بالمصري. هنكون عايزين بيلي زين يختار ثلاثة من الوجوه اللي حاسس انه شكلهم واحدة منهم تنفع تبقى روز وثلاثة من الممثلين الشباب اللي واحد منهم ينفع يبقى جاك.
ومش هسأله عن 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 كلب. If we imagine that after 22 years we're going to reproduce Titanic in Egyptian way, and you would choose which of them could be Rose, and by features. By features, not yes. by not no. By their work. This is for Jack. This is for Jack. For Rose, no, this I is think this is a very. This would be. They have to be very good actors. For Jack. Who could be Jack of those? Ahmed Fahmy, Ahmed Hatem, or Hassan Raddad? I wish I knew their work a bit more. But features. Give me the first names again. Ahmed Fahmy, Ahmed Hatem, Hassan Raddad. Understanding the, just based on the photo, not the person, mm-hmm. and what it conveys, uh-huh. and based upon the journey Jack has to undergo, yes. his age, and the promise, I think this young gentleman on the left here would in, be in the left, the very left. Yes, Hassan Raddad, هو جاك. Hassan, I'm missing out. I'm sorry. No, they're all my friends. No, I'm sure, no, no. I'm sure they're wonderful. They're all respect to all the Ahmeds. Okay, and for Rose, مين بقى تنفع تبقى روز من وجهة نظر بيلي زين؟ هل very cool. ياسمين رئيس، هنا الزاهد، ولا يسرى اللوزي؟ ياسمين، هنا، يسرى اللوزي. Again, based on the limited exposure upon the photograph and what is being conveyed, which is not really fair because this looks like a paparazzi moment. This is a selfie, and this is like true. Maybe a piece from a movie. True. So you're connecting directly. I have to say, based upon these facts, with mm-hmm. Hassan, Yasmin, I think would be Yasmin Rais. Just saying, it's a very, very cruel game we're playing. I think you should play Kyle. No, I don't have the hair. I don't have the في أجواء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كتير من النجوم من الداخل من الخارج. واحد من ضيوف المهرجان واللي بيكرم على مجمل أعماله الفنان العالمي بيلي زين، وصديقه وشريكه أيضا أحمد شبانة. Thank you very much for being here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.